بهذه التقاليد التكافلية يستقبل العدنيون شهر رمضان الكريم، وفي أوقات العصارى لا تخفى بهجة الأطفال، كذلك ازدحام الأسواق قبيل الغروب لشراء مستلزمات الإفطار. هذه عاداتنا من زمان، يعني رمضان شهر كريم ينزل بالخير والبركة والناس متراحمة، هذا يعطي الجارو وهذا يعطي كان ذلك نصف المشهد ونصف الكأس الجميل كما بدا في أحياء الشيخ عثمان، وللمشهد بقية تفرضها الظروف القاسية التي لا تفرق بين الشهور. لا كهرباء وبالحماء وبالظماء، حسبي الله في يوم العمل وكيل، كذابين كلهم كذابين. أزمة الخدمات العامة وخصوصا الكهرباء ما زالت المؤرق الأكبر للسكان في هذا الصيف. إذا ما تمت تضخمت الأسعار، كذلك الأسعار المرتفعة في ظل أزمة العملة وتوقف معاشات الموظفين لعدة أشهر، وللمحافظ الجديد بعد عودته النهائية تتوجه مناشدات المواطنين. قابل كل شيء الأمن والاستقرار من ثم الكهرباء. يعني هم اللي يفتكروا أن الحياة ممكن تتوقف في عدن أو أن ممكن الناس تصيب بالياس، أبدا، أهل عدن يحبوا الخير. تغرب الشمس على مساجد عدن التاريخية، ولا يغرب الأمل بمعيشة كريمة كهذا الشهر الكريم. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.